السلام عليكم ابطال، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في قناة تامر بابيتو. الناس اللي كيسولوني على اخبار ديال ريكو فيروبن، منافس ديال بدر هاري، ريكو فيروبن اللي كيتربع على عرش غلوري، اخبار موجوده. ولكن قبل ما نبداو الاخبار، ما تنساوش تشجعونا باللايك، واللي ما ابونيش ابوني معنا وفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد. المهم الخوت، الاخبار الجديده هو ان ريكو فيروبن كيوجد او كينتج الفيلم ديالو الجديد. انا درت لكم، جبت لكم فيديو لقطات ديال الفيلم ديالو، يعني استعدادا للفيلم ديالو. كنتمنى ان شاء الله يعجب لكم، فيديو قصير غتكملوه ان شاء الله، ونتلاقاو من بعد. 5 4 3 2 1 0. الخوت، وصلنا الى نهايه الفيديو. المهم كما وعدتكم الخوت، اي جديد في هذا المجال ديال الرياضه غيوصل لكم بلا تعب، بلا ما تقلبوا، بلا ما تاذى. اي جديد واي موضوع خصكم نهضروا عليه خليوه لي في التعليقات. اي واحد هضر لي ولا خلى لي شي تعليق بان خصو نهضر على شي موضوع، غنهضروا عليه ان شاء الله. عطيوني غير شويه ديال الوقت، راه هذا الشيء كيحتاج شويه ديال الوقت، فيه شويه ديال التمره، ولكن ماشي مشكل على وجهكم نتوما ان شاء الله. المهم الخوت، باش ما نكثرش عليكم، ما تنساوش اللايك وابوني، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.